بعث وزير الداخليه محمود توفيق برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه ذكرى ثوره الثلاثين من يونيو. واضاف الوزير في برقيه التهنئه للرئيس السيسي ان ملحمه ثوره الثلاثين من يونيو جسدت قدره المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن اراده شعبيه سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقه والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهويه المصريه. وأشار وزير الداخلية إلى أن العالم بأسره يشهد على تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف القيادة الوطنية الحكيمة تجسيدا لكفاح شعب أبي وانتصارا لقيم الكرامة والعزة